أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإمام وهو محدث وعلم بالحدث أثناء الصلاة، فما حكم صلاته وما حكم صلاة المأمومين؟ ينصرف، يجب عليه أنه ينصرف ويخلف من، إما أن يتوضأ ويرجع إلى المأمومين، وإما أن يخلف من يصلي بهم، لكن ما يستمره على حدث، ما يجوز هذا. نعم. وما الحكم لو لم يعلم بذلك إلا بعد تمام الصلاة؟ الحكم أن صلاتهم صحيحة وهو يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.